مساء الخير يا حبايب قلبي، انا بسنت حبيبتك. عامله ايه يا اختي انت وهي؟ المدارس مغلباك وانا عارفه، انا عارفه. النهارده عندنا ضيف ابن خالي محمد صبري. فاهمين يا حبايبي؟ بصوا كده اهو منور عندني. ازيك يا محمد يا صبري؟ اهلا وسهلا، وحشنا والله. وانتو كمان، كل عيد ميلاد وانت بخير. بنشوفك يا اخويا من السنه للسنه. هم في الاخر بنقعد مع بعض. اهم حاجه اللي محمد صبري جه عندي، دمه خفيف بقى وظله عالي قوي 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 قوي. الله يخليك. يلا بقى يا استاذ محمد، هنصور مع بعضينا. النهارده عندنا احتفال مهم جدا. ايوه، لان النهارده عيد ميلاد رنا حبيبتنا كلنا، هتم 17 سنة، عقبال إن شاء الله العشرين والأربعين، إن شاء الله الخمسين بإذن الله. إن شاء الله. بقول لك إيه، أنت بتكلم المدام عندي ليه؟ كلمني. أنا ضيافتي. ما أنا بكلمك بس شيل القصة اللي على دماغك دي. معلش سيبك أنت من اللي بيلعب فوق راسي. سيبك. بقول لك إيه؟ نعم. ده ابن خالي. ماشي، هو طلع ابن خالي؟ لا يا جماعة، انا مش هقدر اتكلم، ابن خالها بقى. يلا يلا بقى ننادي على راني ونطلع الايه، التورتي. التورتي يا حبايبي. عمايل ايمي. عمايل ايمي يا حبايبي. اختشي يا ولي، اختشي، انا موجود. معلش النهارده بقى عيد ميلاد، فكها عليه شويه. لا انا بغير عليها. بقول لك ايه، ولا تغير ولا تعمل. بقول لك ايه، يلا طلع معايا التورته. ما تحرقليش يا عم، ده الحلق مدلدل من ودناها. مدلدل اهو، ده انا بشكر فيك كده برضو. لا طبعا، ارفع راس. لا، اما لو شاف رنا بقى هيقول ايه؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا عسل عسل، هيطلع من بكره. وبعدين اهو اللي عليك بقى يا محمد. رنا ولا اسمها بسنت؟ احلى كلام بتقوله من خشمك يا استاذ محمد. امال انت فاكر ايه؟ انا بحبك جوي 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 جوي. الله، انتوا الاثنين استلمتوني. يلا على عيد ميلاد، ما دام باكل التورته لوحدي واشوريكوا تاكلوا ايه بقى تاني؟ ايه ده يا عمي، سندوتشات كفته؟ سندوتشات كفته وفي تورته كمان جايه. كفته، الله، اتكلموا براحتكم، انا اكل التورته والكفته لوحدي. لوحدك برضو؟ انت ما طبختيش النهارده. ما طبختش؟ هو في حد يطبخ في عيد ميلاد برضو؟ انا عارفه ان انا جايه عيد ميلاد رانا، وعارفه ان امها عامله سندوتشات كفتي وعامله تورتي. طبعا. يلا بقى، يلا يا حبايبي. كل سنه واهلي بخير، وزوجتي طارق. نزلي دي. واميره ومرنا ومايا وابن خالي محمد صبري. ورانا حبيبة قلبي عيد ميلادها النهارده، واحنا بنحتفل معاكم. ويلا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو رانا، هابي بيرثداي تو يو. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة يا رانا، سنة حلوة يا جميل. يلا يلا حلم بلم بلم، هيا غرفة صغرى، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، فليح يا غرفة صغرى. كل سنة وأنت طيبة يا ماما. فين الشمعة بعد إذنك؟ الشمعة مطفية، هم الاثنين مش راضين يريدوا. لازم عايزه اقول لها سخان. لابسين تراتير انا ومايا ومرن حبيبتي وجوز اختي العسل ده طارق، ورنونا طبعا زي ما انتم شايفين مختلفه. اروح عند وشك يا بيه. ومحمد صبري معانا. اتفضل. تحب تقطع التورته؟ لا اتفضل، رنا طبعا صاحبه العيد ميلاد. طب ماشي، خد معاها صوره بقى حضرتك. اتفضلي اتفضلي. وقبل اي حاجه اقول لها امنيتها ايه؟ امنيتك ايه؟ بس بلاش مطحات سحاب، بلاش عربيه مرسيدس، بلاش بي ام، يعني عشان تتحقق. لا هو مليار جنيه بس. لا يبقى مش هيتحقق، يبقى مش هيتحقق. السنه اللي جايه هي عايزه عربيه مرسيدس.
مرسيدس 280 ايه؟ ده انا كانت امنيتي 100 جنيه يا راجل. ماشي خلاص نجيب لك عاليه نجيبها لك بانوراما كمان. يلا هاتوا بقى اغنيه حلوه كده. ايدي الشمع يا جماعه ومش راضيين يتقالوا. يلا قولي بقى هبرسل دي. يلا قولي يلا يلا ادي امنيه دي نص دي. ثواني طالما واحده اللي نورت نص الحلم اللي هي بتتمناه حقيقي. النص الثاني غالبا الله اعلم نص مليار جنيه يا رب. يعني ممكن يجيب لك نص العربيه اللي قداماني ونخلي وراني المره الجايه. اه ركب حاجه واحد بس والبيبان بس عشان تعمل 18 سنه ونعملها كل سنه نجيبها قطعه في العربيه يا جماعه. خلاص انا هبتدي وهجيب لها الاربع فرات تويتش. وانا هبتدي واجيب لها البطاريه. حلو قوي. وانا هجيب لك وانت هتجيب ايه؟ الغطا بتاع العربيه. وانت الفواني كشافات. وانت تجيب الغطا الثاني. وانت يا ماي الباب باب العربيه. ماشي. وانا هجيب الدريكسيون. وانا هجيب لك المعطر اللي هتشيلها. مليونير عشان بسنت اهو بسران. ايه وبعدين بقى يا دياستي انا بغير بقى. ماشي خلاص هاتي البوسه تاني. مش انا قايل لك يا ابني انت بتتشكك ولا ايه؟ مش انا قايل لك يا ابني اللي معاك دي ملهاش اي لازمه لو شفت رنا هتلاقي نفسك طلقت دي. ايه ما تفهم بقى. طب بتقول ايه يا محمد يا صبري؟ لا لا لابسه كل مليشي. بص الجلابيه الخضراء. طب بحيات اهلك شوف الفرق بين دي وبين دي. ها دي قمر. شوف دي رنا هي اللي قمر. اي دي القمامير. لا انت هتقولي بقى كلام كده وكده ولا ايه؟ دي قمر. قولي الحقيقه. الله بيحبوني. ايوه هي جميله برضه. لا بس مش زي رنا. يا سلام. اه طب هقول لك انا خايفين الوريه تطلع. بس انت لابسه هابي بيرثدي. الله مش لابسه. هجيبها لا هجيبها. مش لابسه طالما مش لابسه يبقى مش قمر. يا 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 انا انت قرتنا اهو قرتنا. ايه ده 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 انا عامله بص حاجات حلوه قوي. بص الواناتي الوانات ايه يا عسل. ده انا ست كده عسل شباب. طب هاتي كده حطيها حتى الجلابيه لون البرتقالي كده. بصي شوفي المنظر ده ولا ده. الله ده ولا ده امامير. احنا الاثنين بطل بقى ما ينفعش. جميله جميله يا استاذ محمد جميله. اه
انا كاتب لها كل الارض اسكت جميله جميل. عشان كده مش عارف تقول الحقيقه. الله انت بتقول لهم ليه؟ مش بمزاجك؟ بصراحه بمزاج. جايبه لي 5 ولد حلوين مربيهم احسن تربيه. الله بيتكلم في حق حوله اهو. مش هيتجوز عليا يا رامي. لا عادي ممكن يتجوز تاني عادي. بس لو ثلاث فروع عادي. يا استاذه شاهي انا بحبك يا استاذه شاهي. اقعدي بس كده وقولي كلام معقول. انا عايزاك تتكلمي معايا كلام حلو. هي الحقيقه بتعور دلوقتي ولا ايه؟ انت عاوزه الله لا انت ما بتعورش بقى. لا 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 احنا دلوقتي خلاص اعلنا عيد ميلاد رنا وخطوبه بسنت الرنا. ايه؟ خطوبه ضيافتي. ضيافتي ده بتاعي ده بتاع بسنت ده خلاص في التلفزيون. مش هي خدت الارض؟ مش هي خدت الارض؟ خلينا ينفع. ايوه ده احنا تفهم كده نطلع في التلفزيون. هي تقدر تدفع معايا يا خرابي حبيبي يا فيصل. بقول لك على حاجه خليها تنفع. انا وصلتلنا يا جماعه معاكم النهارده والفقرة اللذيذة دي مع محمد صبري ابن خالي ومع اختي وولاد اختي وطبعا رانا حبيبة قلبي اللي ماما اللي عرقت كل سنة وهي طيبة ومع الف سلامة. مين اللي بيتكلم؟ كلنا. اتفضل قول معانا مع السلامة حضرتك. مع الف سلامة ونشوفكم ان شاء الله على قناة جديدة. اول مرة يطلع على يوتيوب يا جماعة لاجلكم عشانكم عشان انتوا عيلتنا الكبيرة. ونشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد وان شاء الله على عيد ميلاد شاهندة المره الجايه ان شاء الله هيبقى باذن الله زي ده واحسن كمان. يلا مع السلامه. يلا باي باي.